ياسمين سلمان مهاني أم لثلاث شهداء في مجزرة التابعين. أول واحد أبوه شاله كان مصاب، الثاني كان شهيد جبناه شهيد وقتي، الثالث كنا مش لاقيينه بندور عليه مش لاقيينه. أول يوم وتاني يوم ودورنا كتير وبحثنا كتير ما فيش، كان في قطع مقطعين كتير، ما قدرنا نتعرف على أي معالم لأي حدا. فبعد يومين لقينا كفة إيده إنه كان هو عنده إعاقة بسيطة فيها، لقيناها والله يرحمه.